تفضل. اهلا استاذ مهنا. اهلا. صباح الخير. اهلا. خير دموزيل نهلا. بدنا نحكي شوي عن لنا. في شي؟ كل شي منيح. عم تجي بفرح المدرسة وعم تخبرني كل شي بالبيت. كل شي كل شي؟ كيف يعني دموزيل فرحات؟ بفضل نهلا، أريح إلك وإلي. بس شغلتي لي بالي نهلا. شو بهالبنت؟ هيدا إيه استاذ مهنا. بنتي أنا؟ تقبر قلبي إن شاء الله. ما في أهنى منك. لا، المعلمة معها حق، البنت عدقية. بس ماما ما تحكمي عليها لأنه ما قربت وبستك مرة. لا إجت ولا بتجي تقبر الماما أنت. بنتك عدقية مع الناس، وكله الحق عليك رياض، بتعمل لها اللي بدها إياه وهيدا غلط. بس ماما بلا صغر عقل بقى. تقبر قلبي إن شاء الله، شو عم تعمل بالمدرسة؟ بتضرب الولاد. بتقصد تأذيهم، بتقشطن أكلاتن. بتقشطن أكلاتن؟ مع علبتها مستوفي أكل. عم تجوع زيادة؟ أبدا، وهيدا الغريب، عم تقشطن أكلاتن لتزتن على الأرض استاذ مهنا. هيديك المرة كنت عم لعبها، قطشت لي زر بلوزتي. بيكون عن غير قصد. قالت لي عن قصد. طب ليش بتكب أكلات الأولاد؟ سألتها. قلت لها حبيبي حرام نكب الأكل، هول الماما بتكون بعتتن للولاد حتى ياكلوا مثل ما أنت بعدين الأكل معك. تعرف شو جاوبتني؟ قالت لي أنا ما عندي ماما. صحيح، إما ماتت من سنتين. الله يرحمها. مش أول ولد بتموت أمه، بس ما ضروري تكره الأمات العايشين. أنا مربى لنا على الحب مش على الكره دموزيل نهلا. ما بعرف كيف مربية بالبيت استاذ مهنا، بس أنا عم عيني من ردات فعلها بالمدرسة. لنا ما بتحب، لنا بتكره. عم تبالغي دموزيل. بتمنى لا. بعدين أمتين حيدا لنا؟ ليه؟ عم تعملوا لها عيد ميلاد؟ عم تحتفلوا بعيد ميلادها استاذ رياض؟ ليش السؤال؟ لأنه من كم يوم كان عيد صبي معها، أمه بيو جابوا جاتو للولاد. لنا ما أكلت. سألتها. اللي هي ما عندها هابي بيرثدي. ما قلت لها ليش للدموزيل؟ قلت لها ولا ما قلت لها؟ ست سلمى ما تزيدي على قلبه. هو ما يزيد على قلب بنته. شو منعمل إذا أمها ماتت ليلة عيد ميلادها؟ منخانق الله ومنحرم البنت من عيد ميلاد؟ عم تحكي جد؟ إلك عين؟ قصدي إلك قلب؟ كان إلي قلب. قلب لمرتك غير قلب لبنتك. صحيح هي منا، بس ولا مرة القلبين كانوا واحد. تعرف أنك بتحكي زيادة عن لزوم دموزيل؟ عم بحكي عن بنتك استاذ مهنا، اللي هي بالنسبة لإلك زيادة عن لزوم. بتحبها زيادة عن لزوم، بتخاف عليها زيادة عن لزوم، بس ما عم بتربيها زيادة عن لزوم. بترجاكي دموزيل فرحات، تخطيتي حدودك. بعتذر، بس أنا بتهمني مصلحة البنت. حب ذكرك إنها بنتي. استاذ مهنا، بعد في شي نسيتي تقولي؟ ما اتفقنا كيف ما نخليها عدائية مع أصحابها؟ بالبيت تربيتي ما تغيرت، فتشي عندك. صفر أنت وبنتك. ست سلمى. بابا وينك؟ وعيت البنت. المهم أنت توعى. ست سلمى. أنت ولا كلمة، أنت السوسة. كتر خيرك.